سنذهب إلى عمل مشترك بين القطاعين، وتم فيها اليوم كذلك بموافقة السيد الوزير وباقتراح مشترك إنشاء لجنة مشتركة بين القطاعين ستعكف حالا يعني ابتداء من يوم الأحد على تناول كل ما يتعلق بموضوع التربية البدنية والرياضية وكذلك الرياضة المدرسية في التعليم الابتدائي. وتعلمون أن السيد الرئيس أمر بوجوب فسح المجال لأبنائنا في هذا المرحلة من التعليم. احنا الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لوضع خارطة الطريق يعني عملية لتجسيد مشروع إعادة بعث الرياضة المدرسية ابتداء من الموسم القادم إن شاء الله.